بالحق انا هذه رابع عام اللي نمشي معاكم، والحمد لله سكنه هايله قريبه للحرم نظافه تبارك الله. الاوتيل اللي في مكه تبارك الله خدمات باهيه، وحتى في المدينه زاده معامله باهيه يعطيكم الصحه. وانا في العاده راني ما نعملش مجامله، اما ما جيتكم الرابع مره الا ما انا لقيت حاجه تعجب، حتى هنا زاده تفرحوا بينا والحمد لله والشكر لله. مشيت انا قبل راه ومش كيما معاكم انتم.